أنفسهم البصرة ويجددون الصلة ويلهون عن آلام الحياة. تجمعاتنا يجب أن تفخم فيها الكلمة ويعظم فيها اسم الله ويذكر فيها دينه وتستنهض فيها الهمم ويعلم فيها الجهاد واليقظة. اغتسال الجمعة ولباسها تعظيم وتفخيم، التبكير إليها، المشي إلى المساجد وإكثار الخطى في الغلس، الجلوس حيث انتهى بك المجلس لا تتخطى رقاب الناس، الإنصات للإمام، تحري ساعة الاستجابة. تجمعاتنا لا سيما في الجمعة والعيدين ينبغي أن يظهر فيها اعتزازنا بإسلامنا وسمته وزينته وكثرته وقوته وهيبته. في هذا يجب التنافس. نساؤنا وأبناؤنا وبناتنا يخرجون معنا لنحتفل بمواسم الخير في المصليات، نعظم ونفخم ونفرح ونظهر زينتنا، وكما يحشد حكام الجبر أجهزتهم لتنظيم مواسم البدعة والشيطان، نجند نحن إن شاء الله كل قوى ووسائل الدعوة والدولة لنعرض على بعضنا وحدتنا وتعلقنا بالله عز وجل وبحرمه، ونعرض عليه سبحانه أننا امتثلنا لأمره ما استطعنا، نسأله بذلك أن يدفع عنا ويرحم حوبتنا ويرفع عزنا، ثم نخرج للجهاد كلنا عزم وقوة. التجمل للعيدين سنة، واللهو المباح الخفيف الذي لا يتنافى مع ذكر الله سنة، والأضحية سنة. وكان الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر الناس لحما في بيته في كل أيام السنة، لكنه رضي الله عنه كان لا يذبح يوم عيد الأضحى لما يرى الناس يتنافسون في ذلك، فخشي إن هو تابعهم أن يزداد التنافس ويتكلف الفقير أو يظن أنها فريضة. وإنها لكارثة أن تتحول قربة من القرب عادة بتنافس أهل البيوت عليها، وهنا لا بد من جهاد لفصل ما بين السنة والعادة في هذا وأمثاله.